السلام عليكم فروم ذا 2 فروم ذا اكس فروم ذا دي معكم ايه معكم عبد 2 اكس دي والنهارده انا مش لابس تيشيرت بايرن ميونخ عشان بحبه لا انا زهقت من الفريق ده حرفيا انا زهقت من الفريق ده يا جدع ومش عارف اعمل ايه لا عارف اكسبهم في اللعب ما عرفتش خسرت 2-1 وفي الحقيقه كسبونا 3-0 زهقت منه خلاص النهارده قررت ان انا هدمر فريق بايرن ميونخ هدمره ازاي اخش على الماستر ليج همسح كل اللعيبه هخسر كل الماتشات بفرق 6 جوال اقل حاجه ولحد ما اوليفر كان انا هضحك على اوليفر كان اقول له ان انا مدرب جامد واحسن من المدرب ناينجلزمان ده اللي موجود في الفريق لكن انا هدمر فريق ابوه هقول له انا عايز ابيع ليفاندوسكي عشان اجيب بداله واحد لا انا هدمر هحذف كل اللعيبه يعني مثلا ليفاندوسكي هنا احطه هنا في الزباله ارميه مش عايزه عندنا جنابري هناخده جنابري بالطبق الحله بتاعته والمعلقه حاطينه في الزباله هنجيب كمان مين دافيد الابا لا دافيد الابا مشى كل بايرن ميونخ كلها هاخدها كلها وارميها كده لحد ما يطردوني انا داخل ادمرهم اوكي الفكره دي واخدها من مصطفى فاينل جيم شفته قبل كده دمر فريق فقلت ادمر انا كمان فهندمر بايرن ميونخ النهارده اللي عايز ندمر فريقه يقول لي تحت في التعليقات انما دلوقتي انا خلاص زهقت من بايرن ميونخ عشان ادمرهم فليتس جو على طول اخليهم يخسروا 6 والله الله هدمرهم انا اوريكم حتى يا جدع شوف حاطين لنا بايرن ميونخ يا جدع انا زهقت ما هي 1-0 شبه 2-0 شبه 3 اصل ما تكسب 1-0 احترم الفريق يعني انا هوريك ازاي ما تحترموش الفرق اوكي اخد مين اخد عدلهم اعفن واحد في اللعيب في المدربين اعفن واحد يضرب جيب لهم ده مش هو الماني بس هو معفن ايه الطموح اللي انا جاي اعمله ان انا اخد المركز ال 20 في الدوري ان انا استغني عن كل اللعيبه واشتري لهم كل العهاد اي حد اي عاه في العالم ليفاندوسكي ده هيمشي كيميتش ده هيمشي وديفيز ده هيمشي اي حد همشيهم كلهم واحد واحد دلوقتي واجيب لهم كل العهد اجيب لهم دافيد لوي اجيب لهم مراته اجيب لهم لينك الفريق بتاعكم ده هدمر ابوه مش هكسب ماتش انا لو كسبت ماتش يبقى انا فشلت اول حاجه خالص زي ما انتم شايفين عندنا ليفاندوسكي اول حاجه على طول اول حاجه استغناء اول حاجه ما بيجيش جاد اوكي كل ما استغنى عن لعيبه يا دي النيله طب انا هعمل ايه دلوقتي بينقص مش عارف استغني كده عن كله ده 11 مليون طب استغني ازاي اكتر لعيب رخم هستغنى عن مولر ده سلام اطلع بره الله يخليك وش وليخي ما اوكي طلعه بره طلعه ما مش عايز اشوف وشه تاني 85 مليون اتبقت هرنانديز مين تاني وشه رخم كافي مارتينيز مع انه مش اصلا بس يلا مشيه مين تاني نوير مشينا نوير ده عشان زهقت منه مفكر نفسه احسن من تير شتيجن طلعه يمشي بره بايرن ميونخ زهقت منك امشي بره ما تجيش تاني دينا من تاني جنابري عامل لي حلته اطلع بره انت وحلتك دي الحله بتاعتك يلا اتصل اطلع بره اطلع خد المعلقه معاك خدها اطلع بره يرفناش كده بقى معانا 70 مليون جواريتسكا بعضلاته اطلع بره انت كمان 67 مليون اتبقت كيميتش لو استغنيت عنه هي انا عربي اوكي الفونسو ديفيز بره انت كمان الفونسو بطلع بره انت وسرعتك اللي مش عارف جابها منين دي السنه برضه اطلع بره انا هدمر ابو الفريق هدمر ابو مش كده بس مفكرين كده هقف عند كده لا ده انا اوريكم الخطه اللي هعملها لهم والله اعمل لهم خطه صبي والله انا هوريكم اوكي عندنا مين كيميتش والله ممكن اقدر استغنى عن كله يلا هنستغنى عن كله اول واحد كيميتش فكر نفسه افضل لعيب خط نص بره مع انه الصراحه افضل لعيب خط نص بره يطلع بره اوكي عندنا هرنانديز يطلع بره هرنانديز ما يرفناش معاه توليسو ما اعرفش ايه اللي معاده اصلا ما بيلعبش اساسي طول عمره كومان بار والله ما انا والله ما انا اقسم بالله ما فيش لاعب عدل هيقعد في الفريق لاعب عدل واحد ما فيش هو مكانه بره برضه بفرض بره كده ايه كميه اللعيبه الجامده دي اوكي ده برضه لعيب جديد لسه جاي ما لعبش كتير برضه هيطلع بره مش هيقعد في الفريق بقى معانا 40 مليون حلو انا عايز تبقى بالسالب واسماعيل صار ده ولا مين صار ده تطلع بره ما يجيش اي لعيب شكله عدل اوكي اللعيب ده مش هطلعه الحارس ده اوكي ده شكله عهد اكتر واحد انا نفسي يقعد في الفريق يا اكتر واحد هيقعد شوبو موتينج ده انا اعتمد عليه اوكي جمال موسيالا بره مش هتقعد في الفريق يا جمال هتمشي بره يا جمال اوكي اللعيب ده عمره كام سنه عنده 20 سنه يطلع بره يعني مفيش لعيبه صغيره تقعد عندي مفيش لعيبه وده عنده 18 بره مفيش لعيبه صغيره انا مش هقعد لعيبه صغيره عندي انا عايز لعيب عنده 40 سنه ده 23 اي واحد اقل من 22 مش هيقعد معايا اوكي بره انت كمان والله ما اعرفش انا لو استغنيت اكتر من كده هيرضوا خلينا استغنوا ولا لا بس يلا اطلع بره انت كمان 21 اوكي لا يمكنك تحمل الاستغناء عن لاعبين اخرين سيقل حجم الفريق اوكي ما اقدرش استغنى عن اكتر من 11 لعيب كده عندي 11 لعيب بالظبط 2 حراس مرمى منهم 2 حراس مرمى يا اوكي ما اقدرش استغنى اكتر من كده دلوقتي حانت لحظه وفقره شراء العهاد اوكي
هنروح لبرشلونه نشتري من عندهم الاسطوره الحيه برايس وايت، وهندفع لهم كل اللي معانا عشان يجي برايس وايت لبايرن ميونخ، عشان احنا عايزينه. لازم يجي بايرن ميونخ، لازم. اوكي دافيد لويز اكيد، هات لنا دافيد لويز اكيد لازم يجي يا جدع. الله انا هوريكم والله العظيم 3000 اوريك واحد واحد. اوكي لسه ما خلصناش من برشلونه. قتلنا مين؟ قتلنا سيرجيو روبرتو ملك الريمونتادا. لازم يجي لبايرن ميونخ، احنا عايزينه. اوكي وقتلنا كمان الاسطوره الحيه الانجليزي، لازم يجي لو ما جاش يبقى احنا فشلنا. اوكي خلينا نروح نعمل الخطه دلوقتي. فقره الخطه ما عنديش اي احتياط حرفيا، فريق ما عندوش احتياط. اوكي العب خطه كده. اوكي هخلي كله يهاجم. اوكي هنا واحد والحارس يطلع يهاجم هو كمان. اوكي شوفوا موتينج اهو في حارس مرمى لحد ما يجي لنا برايس وايت، لان هو حارس المرمى الجديد عندنا، ده حارس مرمى اصلا. فاوكي يقف فينا هو كمان في الهجوم، واحد كمان يقف لنا في الهجوم. اوكي ما ينفعش غير 5 هجوم بس. اوكي هنا ظاهرين جناح يمين، وهنا صانع العاب. اوكي والله خطه عالمية. اوكي هنا واحد كمان، وهنا ظاهر شمال. اوكي هنا ظاهر شمال، وهنا ظاهر يمين. حلو جدا. اوكي هات لنا كمان كله على اليمين، هنا كله على اليمين، محدش يهاجم على الشمال، مش عايز حد يهاجم على الشمال، كله هنا يمين، كله يمين. افتحوا المساحه الشمال دي. ايوه تعالى هنا ما توقفش بعيد. اوكي حلو، انا عايز الحته دي كلها فاضيه، محدش يوقف لي في الحته اللي هناك دي، انا عايزها فاضيه، عايز المهاجمين يعدوا يمشوا من جنب. اوكي يلا كريستيانو، عايزك هنا بقى تبدا، عايزك تجيب الكوره العالميه. كام 2-0 بس. يا الله حرام يا جدع 2-0 بس ليه؟ اوكي دافيد لويز قبل، حلو جدا، انا محتاج دافيد لويز عشان استغنى عن واحد كمان. اوكي برايس وايت قبل، حلو جدا برضه. سيرجيو روبرتو، اوكي سيرجيو روبرتو لسه هيرد. حلو. اوكي عندنا ماتش قصاد الاس ميلان، ماتش ودي لازم اخسر اكتر من 7-0. اوكي ليتس جو على طول. تعاقدنا مع مين؟ تعاقدنا مع الاسطوره الحيه دافيد لويز، ومعه كمان برايس وايت. ليتس جو. والله انا هوريك. اوكي اقترب الظهور الاول للاسطوره. اوكي على فكره مش هفضل اي احتياط، انا مش عايز اي احتياط في الفريق، وده 20 سنه يطلع بره. حلو جدا، انا هخلي الفريق كله عهاد. لازم كيلين جاي وسيرجيو روبرتو قابله، بس للاسف معناش فلوس، مش عارف اعمل ايه الصراحه. اوكي هنعمل ايه عشان نحل المشكله دي؟ هنشتري اكبر اللاعبين في التاريخ، ده عنده 44 سنه. حلو جدا والله، ب 55,000 بس، والله حلو يا بلاش. اوكي بوفون، هات لنا بوفون. حلو جدا، 800,000 غالي عليه شويه الصراحه. اوكي عندنا اللاعب الشاب ده عنده 40 سنه بس، حلو جدا والله. اوكي ليتس جو على طول جبنا لعيبه صغيره جدا شباب لفريق بايرن ميونخ عشان نطور الفريق. اوكي ليتس جو يا جدع. ليه يا جدع جبنا جول شرف؟ ليه يا عم قلنا نخسر فوق 6-0؟ ايه اوكي قصاد اتلتيكو مدريد لازم نخسر فوق 6-0، ما ينفعش. اوكي ما عندناش احتياط على فكره لحد دلوقتي، وهيفضل ما عندناش احتياط ان شاء الله. اوكي عندنا بوفون قبل، حلو جدا، هنجيب بوفون. حلو جدا، لعيب شاب هيفيدنا، وده كمان لعيب شاب عنده حاجه 40 سنه بس، وده لعيب شاب عنده برضه حاجه 40 سنه، كلهم لعيبه شباب الصراحه. فعندنا مباراه قصاد اتلتيكو مدريد لازم اخسر فوز 70-0 يا جدع. يلا ليه يا جدع 2-0 بس ليه ما تفتروا عليهم؟ اوكي قصاد اشبيليا هيجي لنا شويه لعيبه شباب حالا، شويه لعيبه عندهم مستقبل كبير جدا. انا واحد شبه ده عنده 44 سنه بس. اوكي ليتس جو عندنا مباراه السوبر الاوروبي قصاد اشبيليا. اوكي لازم استغنى عن اللعيبه الكبيره، ده واحد عنده 18 سنه، يعني لعيب كبير الصراحه، ده 19 سنه لعيب كبير برضه، ده 19 سنه لازم يمشي خلاص. انا عايز اخلي الفريق اعماره كويس، لسه فاضل كذا واحد اعماره يعني مش عاجباني. عنده واحد 19 سنه كبير جدا، 21 لا ما ينفعش. اوكي عندنا الراجل ده الصراحه راجل شاب جدا يعني، فلازم نشتريه، عنده 40 سنه بس، وده كمان 40 سنه بس، ينفع يكون مدافع والله، ينفع يكون ظهير يمين، ما عندناش احنا ظهير شمال. هو المتعملق البرازيلي ده كمان 40 سنه بس والله، واللعبه دي صغيره يا جدع. اوكي برايس وايت الحارس الصراحه حارس عملاق متعملق، لا يستطيع ان يكون احد مثله. فاوكي ليتس جو على طول قصاد اشبيليا. يا عم بقى بلاش الشرف اللي بنجيبه ده، شوف يا عم برايس وايت، والله برايس وايت اسطوره في الحراسه، اسطوره في الحراسه، وبوفون مهاجم عالمي. اوكي الشاب ده عنده حاجه و40 سنه. اوكي الشاب ده هشتريه، حلو جدا، عشان نقلل شويه المتوسط الاعمار، لان مش عاجبني الصراحه، انا عايز لعيبه شباب عن كده. اوكي حلو جدا، جبت 3 لعيبه حلوين صغيرين جدا. فليتس جو على طول مباراه بروسيا دورتموند. هالاند لازم يجيبها يعني سوبر هاتريك، هالاند لازم يتطور شويه. اوكي شوف اللعيب الشاب ده والله عنده 40 سنه بس، يا والله ربنا يخليه لينا ان شاء الله.
اوكي والله خطتنا جامده يا جدع، خطتنا جامده لا تضاهي. فوكي ليتس جو على طول قصاد بروسيا دورتموند. يلا يا عمي يا عمي انا فاتح لك الجهه اليمين كلها شوت يا انت بتفوج. الصراحه في لعيبه شباب الصراحه انا عيني واقعه عليها. عندنا مثلا السلطان، لا السلطان ما ينفعش، لا ما ينفعش، لازم واحد اقل من السلطان شويه. اوكي عايزين الحارس الاسطوري ده، حارس عنده 40 سنه بس، حلو جدا ينفع مهاجم. الدوري الالماني باذن الله مركز اخير باذن الله. اوكي يا جدع 1-0 بس، حرام عليك. اوكي ده زعلان بيقول للصحافه والمشجعين مش عارف يهاجمون. انت شفت حاجه؟ انت شفت حاجه؟ انت لسه مش ده، لسه اوريك. اصبر بقى، والله ما نكسب ماتش، والله ما نكسب ماتش. ده الشاب ده والله شاب كبير، شاب صغير خالص، عنده كام؟ عنده 30 40 سنه بس ولا 39. هاتوا مشينا ب 24 اللي عندنا ده. اوكي شوبو موتينج جاله عرض، مش هنبيع شوبو موتينج نهائيا. شوبو موتينج ما ينفعش يتباع. عندنا نوبل ده عنده كام سنه؟ عنده 24 سنه، لا يصح لا ينفع. عندنا مين ده؟ عندنا كام سنه؟ عنده كام سنه ده؟ عنده 24 سنه، ما ينفعش. فوك عندنا اقل واحد اللي هو برايس وايت 29 سنه، ده اكبر وده اصغر واحد المفروض يعني. شوبو موتينج 32. فكل خلاص خلاص الفريق ده ما عادش ليه مستقبل، انا ضمنت كده خلاص. 11 لاعب هيلعبوا كل ماتشات بحراسه برايس وايت. اوكي انا هوريكم، انا هوريكم اصغر لاعب، خلاص اصغر لاعب 29 سنه، انا هوريكم برايس وايت هو الاصغر، ده المستقبل بتاع بايرن ميونخ، ده مستقبلهم، انا هوريكم. اوكي ليتس جو على طول، ليتس جو على طول، اعمل لي الخطه. اوكي ليتس جو على طول يا عمي يا عمي. 1-0 بس ليه؟ اوكي قفلت سوق الانتقالات، خلاص قفلنا سوق الانتقالات وهنوقف بال 11 لاعب دوم طول السنه. شوف الاسطوره برايس وايت، شوف الاسطوره حارسنا. والله والله انا مش هفوز، مش هفوز ولا ماتش باذن الله. اوكي قصاد الفريق التعبان ده المفروض نخسر، المفروض. فاوكي ليتس جو، ليتس جو، ابو سيدك نخسر 5-1. ليتس جو، بدانا نلعب حلو، ليتس جو، والله حلو جدا. الواحد ده ما اعرفش جبناه ازاي، للاسف جبناه، بس 5-1 حلو حلو حلو، ماشيين صح. اوكي فريق الشباب عامل شغل والله. 2-0 يا جدع، 2-0 بس ليه؟ طول شويه، عايزين اعلى من كده، خمسات فوق الخمس على الاقل. انا ما اعرفش الاداره بتاع بايرن ميونخ سايبان ازاي، ما اعرفش، انا لا ادري، بس لسه هندمرهم كمان، لسه انا مش ههدي، انا والله ما ههدي. هنطلع من دور المجموعات مركز رابع، هنروح مركز 20، هنطلع من الكاس 2-0 بس. اوكي المركز ال 16 في الدوري، ودي حاجه مش عجباني الصراحه، المركز 16 في الدوري حاجه مش عجباني، انا عايز ابقى المركز ال 20. اوكي مفيش مركز 20 ولا 18، بس انا عايز ابقى 18، ما ينفعش الفريق الثاني ده بينافسني ليه؟ انا عايز اكون ال 18 يا حبيبي. قصاد مانشستر سيتي المفروض بقى نبلع، المفروض نبلع. اوكي خلينا نشوف خطتنا. اوكي لسه زي ما هي، الحراس موجودين، برايس وايت، مفيش اي احتياط، حلو جدا والله. اوكي قصاد مانشستر سيتي 4-0 بس، انا والله كان 8-0. اوكي الماتش ده باذن الله انا اخد فيه المركز ال 18، المركز الاخير باذن الله. فليتس جو، دي المركز الاخير. اوكي الفريق الثاني كذب، والله الفريق الثاني خسر، بس خدنا المركز الاخير يا عم. الفريق الثاني ده بينافسني، الله يخرب بيته يا جدع. اوكي ماتش الكاس، المفروض اطلع من الكاس. اوكي المفروض اطلع من الكاس، اول بطوله اطلع منها المفروض. اوكي تسجلت هدفين يا جدع، والله حرام والله حرام، بس طلعنا من الكاس 4-2. اوكي قصاد فيا ريال. شوف شوف برايس وايت زعلان، ودافيد لويز يقول له معلش. الله لسه ما شفتوش حاجه، ما شفتوش حاجه. خسرنا 1-0 بس، المركز الاخير في المجموعات يعني الحمد لله. الماتش ده بقى ناخد في المركز الاخير، الفريق التاني ده بينافسني وانا زي وانا زهقان منه، انا المفروض اخد المركز الاخير. اوكي 3-0، الفريق التاني ده برضه بينافسني. ادي اوكي حلو جدا، ليتس جو، المركز الاخير في الدوري، ليتس جو على طول. وحوش والله وحوش، وحش برايس وايت والله، والله الفريق التعبان التاني ده بينافسني، بينافسني معرفش ليه في المركز الاخير، انا عايز اخد المركز الاخير يوم بينافسني فيه. انا اطلع لي مين الفريق ده، اطلع لي منين؟ اوكي ماتش بروسيا دورتموند عايزين يكسبوه قوي، معرفش ليه، بس انا هوريكم هنكسبوه ازاي، انا هوريكم هنكسبوه ازاي، انا هوريكم. اوكي نفسي نقابل برشلونه والله، نفسي نقابلهم. اوكي 3-0 بس، والفريق الثاني اخيرا اتعادل، اخيرا خد نقطه، فكده ضمنت المركز الاخير، الحمد لله الحمد لله ليك يا رب. اوكي 5-0 بس والله، فريق سبورتنج براجا ده معلم علينا تعليم جامد، يعني ماتش ذهاب واياب 10-1 بس. اوكي الله الله يخليك يا الله، سبورتنج براجا والله. اوكي 5-2، 5-2 على الماشي، حلو جدا. اوكي اخر ماتش في دوري الابطال، والمفروض المفروض نطلع بقى خلاص من دوري الابطال، 4-1 بس، وبرشلونه صعد، حلو جدا حلو جدا.
جدا، طلعنا بصفر نقطة ودي حاجة نتشرف بيها جدا جدا جدا. اوكي قصاد الهلال السعودي اكيد اكيد هندي للهلال الفوز يا جدع. ايه ده اكيد هنديله الفوز. ايه خد الفوز، خد الفوز يا هلال خده. اوكي 1-0 بس يا هلال اديلك يا عم، حرام عليك اكسب. ايه ده حلو جدا حلو جدا 4-0 شوف تعلمه. اوكي الهلال كمان خد الكاس العالم للاندية. اوكي اوكي الفريق التعبان اللي من ساعتها مش عارف يكسب ماتش، مين اللي هيكسب الفريق التعبان ولا احنا ولا الفريق التعبان؟ اوكي المفروض احنا، المفروض هم يكسبوا المفروض. اوكي اوكي ادينا لهم اول 3 نقط في تاريخهم 5-3 فخدوا كده اول 3 نقط. حلو جدا حلو جدا 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 والله. كل الماتشات تقريبا خلصنا، نص الماتشات ما كسبناش ولا ماتش، دي حاجه انا افتخر بيها. اوكي خلينا نتوجه لاخر ماتش في الدوري. اوكي حرفيا حرفيا خلصنا الماتشات كلها وما كسبناش ولا ماتش، ولا ماتش في الموسم كله. خسرنا 34 ماتش في الدوري، اتسجل علينا 78 هدف وسجلنا 8 طول 8 34 ماتش سجلنا 8 اهداف بس، دي حاجه الصراحه مش عجباني. اوكي اوكي بيطردني بيقول لي اوكي بيطردني. اوكي حلو جدا حلو جدا، قال اطلع بره خد شنطك وامشي كله، بيقول لي الموسم كله كان كارثيا والله، ربنا يزيد ويبارك، ربنا يزيد من المواسم الكارثيه والله. حلو جدا حلو جدا والله، طردني قال لي مش اطلع بره. ايه طردوني الكلاب، طردوني بعد ما كنت جايب لهم في فريق الشباب والله حرام. اوكي طردوني والله، طردوني من الباب من اوسع ابوابه، اوسع ابوابه طردوني مره بس. اوكي كان فيديو حلو جدا الصراحه، استمتعت بيه جدا وما كسبناش ولا ماتش وروح خدنا المركز والله حلو جدا حلو جدا. فاوكي لو انتوا عجبكم الفيديو ده وعايزين ندمر فريق تاني كل واحد حاجه غزر اللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشتركوا في زر التنبيهات عشان توصلك كل ده على طول. بس ده كان كل ده، اشوفكم ان شاء الله الجاي. كان معكم عبدو، والسلام عليكم.